قاعة النشاطات بالمركب الجواري ببلدية شتمة غصت بجمهور الأطفال وأوليائهم في ليلة رمضانية على فيها صوت البراءة منشدا ومكبرا. الحمد لله هذا الحضور للأطفال في هذه القاعة في شهر رمضان المعظم، أبناء الجمعيات وأبناء المجتمع المدني لبلدية شتمة، كل الشكر على من على القائم على مثل هذه التظاهرات في هذه البلدية المباركة. المؤذن الصغير مسابقة ترشح إليها 10 متنافسين تداولوا على رفع الأذان ولقوا التشجيع التام من طرف لجنة التحكيم. أجواء يعني ما شاء الله، هنا البراعم الصغار يعني حفظة القرآن واللي جاوا شاركوا في مسابقة الأذان، اكتشفنا فيها أصوات جميلة. احنا كلجنة يهمنا الأذان ونوصلوا للولاد الصغار هذه كما قلت البر أمان باش يكون جيل ربو جيل. التحفيز الكبير اللي شفناه السنة من جانب مركب ومن جانب الناس اللي وقفت معاهم، ونتمناو تدوم الفكرة هذه كل عام نشوفوها إن شاء الله في كل مناسبة وفي كل رمضان إن شاء الله. جميل جدا أن يقف الكبار لتحية الصغار، صغار أرادوا محاكاة الكبار في الإنشاد والآذان وتجويد القرآن، فما أجملها من محاكاة.